هو الشعور ديالي الفرحة والسرور والبهجة، لأن سبحان الذي يحيي العظام وهي رميم كما يقول الله تعالى. والشتا هي الخير، هي البركة، هي بس سافي دو بيان، سافي بليزير، سافا ريدوغ لي ميكروب لي مالادي، وحنا عايشين غير بلاغريكولتور دونك طون ميو الحمد لله. مع الغلاء ومع الناس قال لك الا ما كاينش الشتا راه الغلاء ولا هذا، الله يرحمنا الناس راه تفرح الا كاينه الشتا. بنتي الشهادي راه يمكن هنا في المدينه كتبان انها شي شويه انقطات، ولكن الباديه الا خرجنا للباديه الناس الفلاحه راه كيبكيو، راه كان على الاقل هذه واحد 20 يوم مينيموم، يعني اقل ما يمكن نقدروا 20 يوم كان خص طيح الشتا. الشتا يعني الشتا بالمفيد، علاش طيح الشتا؟ باش كيوقع القليب، كيقلبوا الارض يوجدوها وتشمش واحد شويه وتعاوتاني طيح في اكتوبر مزيان، طيح مزيان باش يحرثوا. الناس ما قادين لا يقلبوا لا يحرثوا. الحمد لله دابا مزيان الا طاحت الشتا، بعدا انا كتكون احياء التربه وكيكون شحال حاجه، كتكون شحال حاجه مزيانه. الحمد لله هذه الرحمه مع انت ربي. اهم حاجه هي انه كينقصوا شويه الفيتان، فهمتي؟ داكشي كتنقص هو بنادم كيتستر، وداكشي راه حشومه نبقى ندورو ويبان كلشي العراق كلشي هادي، راه داكشي فهمتي راه شي نهار الله يحفظ تقدر توقع شي حاجه بسبب بنادم، داكشي خايب اللي كيدير راك عارف. بنادم كيفيق في الصباح راه مستحيل تفيق شي لافاك مثلا تبقى محافظ على الوضو ولا على